كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد كنت في إحدى المطارات فاستوقفني مسؤول رجل كبير وقال استنى يا شيخ محمد ما صدقت لقيتك، استنى هنا عندي أسئلة محيراني وتعباني. قلت له تفضل تفضل. والله يا أخواني قال لي ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله، بتقول إيه؟ قال لي بقول لك ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله ليه؟ قال ما بنصرناش ليه هكذا؟ لماذا لا ينصرنا ربنا؟ ثم قال لي ما فيش فيك واحد يا مولانا دعاء مستجاب، عمالين طول الليل وطول النهار بتدعو في المساجد وتقنطوا في الفجر والمغرب ويا رب انصر، ما فيش حد فيكم مستجاب الدعوة؟ شبهة خطيرة. قلت له حضرتك بتعمل في المكان الفلاني؟ قال لي أيوة، لأنه واضح. قلت له طيب خلي بالك، طبعا هذا الرجل لا يحتاج مني إلى دليل من القرآن ولا إلى دليل من السنة، ويتهم الله بالظلم. تقول له قال الله، لن يقتنع. فقلت له أنت تعمل في المكان الفلاني؟ قال نعم. قلت له أخي لو أن الشركة الفلانية البترولية، وذكرت له اسما معينا، صرفت مكافآت آخر العام لكل العمال والموظفين الذين يعملون بالشركة ولم تصرف لك أنت مكافأة، تغضب؟ قال لي لا ما غضبش. تقول ليه ما تغضبش؟ إزاي ما تغضبش والشركة ما صرفت لكش مكافأة؟ قال لي هو أنا شغال في الشركة عشان تصرف لي مكافأة؟ قلت له أنت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك، وأنت لم تعمل لله، لم تمتثل أمره، ولم تجتنب نهيه، ولم تقف عند حده، ولم تحقق الإيمان على مراده لتكون أهلا لنصرة الله. قلت له أنت صدقتني في السؤال، أرجو أن تصدقني في الجواب، أنا الذي أسأله. قال تفضل. قلت له حضرتك صليت الفجر الليلة دي؟ قال لا والله، ولا امبارح ولا أول. قلت له طيب زوجتك وابنتك محجبة ولا بنتك بتروح الجامعة بالبضي والاسترتش؟ قال لي وانت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. قلت له السؤال الثالث وسامحني فيه، مالك حلال ولا داخل فيه حرام من الربا والرشاوة؟ قال ربنا يستر علينا بقى. قلت له السؤال الرابع وآخر سؤال، حضرتك تستحق النصرة؟ قال لي لا والله.